انا من الممثلين اللي انا اعجب بادائهم جدا من اول ما شفته بيمثل هو الفنان محمد مهران. الله يخليك. ادواره مميزه جدا، بيعيش في الشخصيه وبيحبها. موهوب موهوب يعني. الله يخليك. انت ابتديت صحفي؟ يا ايه ده. ابتديت كان زميل مهنه. ايوه بس انا كنت خريج معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج، وبعد كده اشتغلت في الصحافه 6 شهور او 8 شهور. كنت فين؟ جريده في التحرير. في التحرير. اشتغلت مع الاستاذ ابراهيم عيسى. طبعا ده كان شرف ليا، وكان بقى عبير عبد الوهاب وحميد ابو هميره، هم دول صحفيين كبار. طبعا يعني. طبعا. بس من بعدها بقى رجعت المسرح تاني. بصراحه ما قدرتش استحمل الصحافه يعني، دي بحث عن المتاعب. كلها متاعب. ايوه. وكنت داخلها عشان يعني ممكن بقى اعرف بقى مخرج، اعرف يعني التمثيل كده. من زمان جواك يعني. كنت عايز اعرف حد. بس طيب قول لي، وانت داخل الفيلم ده اللي بتعتبره وش السعد عليك؟ الحمد لله. ايه اللي فيه شبه شخصيتك؟ ايه اللي في زياد تبع شبهك؟ ولا حاجه، وده الاحلى اصلا في المهنه بتاعتنا، انك ما تعملش حاجه شبهك. هو ده المتعه اللي بشوفها اصلا في المهنه بتاعت التمثيل، انك تطلع من الشخصيه بتاعتك، تطلع من طريقه كلامك، تطلع من شكل مشيتك، تتجرد خالص من فكره تفاصيلك الخاصه وكل الكلام ده، وتروح بقى لحاجه جديده خالص.